السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في تحذير عاجل من التعليم للطالب المتكاسل عن تقديم البحث. عدم تقديم البحث معناه سقوط يا جماعة ودور تاني. عشان كده الدكتور طارق عمم توجيهات عاجلة لجميع المدارس، حيث قال يجب على كل مدرسة إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا للبحث سواء إلكتروني أو ورقي حتى نهاية يوم 14 مايو، وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة. عشان كده الوزارة بتحذر وبعتت الإخطار للمدرسة حتى يتمكنوا من تقديم مشروعاتهم، ولو في حد عنده مشكلة ده طبعا منشور قدامكم اهو يا جماعة، يعني بالله عليكم مش عاوزين ان ولادنا يتحطوا في حاجة زي كده. ده منشور توزع على المدارس، ووافق دكتور طارق شوقي على مدة فترة تسليم البحث لسنوات النقل من الصف السادس ابتدائي حتى الصف السادس الاعدادي حتى يوم الاثنين ان شاء الله 18 مايو. يعني احنا لغايه 18 مايو، بس يوم 14 يا تكون يكون مخلص. والوزاره اوضحت ان قرار الوزير بمد فتره التسليم جاء حرصا على مصلحه ولادنا، سواء بقى من الفيروس سواء الكسل الحاجات دي كلها. فبالله عليكم مش عاوزين حد يمسك لنا غلطه، احنا عاوزين ولادنا يبقوا كويسين زيهم زي اقرانهم، مش عاوزين حد يعيد السنه، مش عاوزين دور تاني. فده تحذير شديد اللهجه من وزير التربيه والتعليم للطالب المتكاسل عن تقديم بحثه، هتسقط هتعيد السنه. عشان كده يعني عاوزين بقى اللي عنده اي مشكله يساعد التاني، يشوفوا حل. ضروري سنوا ابحاثكم بدري بدري عشان ما حدش في ولادنا يعيد السنه. يا رب اكتب لاولادنا الخير والسلامه في ظل الظروف اللي احنا فيها يا رب العالمين. يا ريت ننشر الخبر ده حتى عام الفائده، وخلي بالكم من نفسكم وخليكم في بيوتكم، لان احنا خلاص كسرنا ال 10,000 النهارده، فربنا يستر يا اولاد. وخلي بالكم من ولادكم يا اولياء الامور، حافظ على اولادك وخليك في بيتك. كان معكم أسامة رزق مؤسسة جندلس، اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. في أمان الله.